أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نلاحظ كثيرا من الناس عند المروة يقصرون بواسطة المقص ولا يعمون الشعر بالتقصير، فهل فعلهم صحيح؟ وهل ننكر على من يفعل ذلك إذا كان الفعل غير صحيح؟ نعم، هذا غير صحيح ولا يكفي، لأن الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. كما أن الحلق يكون لجميع الرأس، كذلك التقصير يكون لعموم الرأس. أما اللي يقص بعض شعره ما يقال قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعض رأسه، والمطلوب أنه يكمل شعر رأسه بالقص. ينبغي تنبيههم على هذا الأمر. نعم.